إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين، أما بعد، فقد روى الإمام مسلم رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا الدعاء بظهر الغيب، فيقول عليه أفضل الصلاة والسلام: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. وعن أبي الدرداء أيضا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. رواه مسلم. وهذا يدل على فضل الدعاء في ظهر الغيب، أي في غيبة المدعو له، وأنها دعوة مستجابة بإذن الله، ويعم الفضل الداعي والمدعو له، وأن الله تعالى يوكل به ملكا عند رأسه كلما دعا لأخيه بخير. فالفوز كل الفوز في اتباعه، والسعادة كل السعادة في اقتفاء آثاره، والعزة والكرامة في منهجه وشريعته عليه الصلاة والسلام. ولا يخفى عليكم أن الله عز وجل يحب من عباد المؤمنين أن يكونوا كالجسد الواحد، فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، كما أخرجه البخاري ومسلم. وكان بعض السلف إذا أراد أن يدعو لنفسه يدعو لأخيه المسلم بتلك الدعوة، لأنها تستجاب ويحصل له مثلها. فأكثر من الدعاء بظهر الغيب لأخيك المسلم، فلك من الدعاء نصيب، ويؤمن على دعائك ملك وأيضا مستجاب، وغير أنك تساعد أخيك المسلم المحتاج بهذا الدعاء بتفريج همه وحزنه. فلنكثر الدعاء لكل محتاج: اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها لنا.